تقول كانت إسرائيل ملتزمة ونحن تحرشنا بها. لم تكن إسرائيل ملتزمة. برنامج عملي هو استمرارية لبرنامج عملي قائدنا السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في كل المجالات السياسية والجهادية والاجتماعية والثقافية. سنستمر في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها مع قيادة المقاومة، وسنبقى في مسار الحرب ضمن التوجهات السياسية المرسومة.